اضرب عنق هذا الخارجي. مهلا مهلا يا مولاي عبد الملك، والله ما خرجت على طاعتك إلا من أجل نصرتك. كيف؟ إني رجل مسؤوم، ما كنت مع أحد قط إلا غلب وهزم، وقد ظهر لك صحة ما أقول، فقد نصرك الله على من كنت معهم. فانظر، فقد كنت عليك مع هؤلاء خيرا من 100,000 معك، فهل جزائي منك القط؟ لقد عفوت عنه، فاتركه إلى حال سبيله.